صباح الخير على كل مشاهدي شبكة NTN Nine Life. نهارك سعيد، يوم إن شاء الله سعيد على كل اللي بيتابعونا. أسبوع لسه مليان بالأحداث المثيرة وبتصريحات مثيرة للجدل، أكبر بكتير جدا من الشهور اللي فاتت، لكن إن شاء الله النهاردة يومنا هيكون مليان بالفقرات الفنية والأدبية. يا رب تعجبكم. صباح الخير. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا مي. صباح الخير لكل مشاهدينا. والاحد 11/12/2011 اول اسبوع جديد واخر يوم 11 في سنه 2011 كلها. يا رب بقى خلاص فاضل كام يوم تعدي على خير عشان تعبنا قوي من 2011. حلقتنا النهارده متنوعه، بس قبل ما نتكلم عنها في كذا نقطه كده للتعليق. واحد، هل تفويض صلاحيات رئيس الجمهوريه لدكتور كمال الجنزوري معناها انه ممكن يحل البرلمان؟ ده سؤال مطروح جدا في كل حته دلوقتي، نفسنا نعرف له اجابه من السلطه الحاكمه. النقطه الثانيه انه في خبر بيقول انه ضباط الشرطه عايزين يضربوا علشان اجورهم متدنيه جدا، بياخدوا 400 جنيه والموظف المدني بياخد 1000 جنيه في الانتخابات، فبيدعوا ائتلاف ضباط الشرطه انه لمقاطعه الانتخابات علشان يتم يعني معاملتهم بشيء من الادميه. فنتمنى حل المشكله دي لانه الانتخابات مش ناقصه. النقطة الأخيرة يجب الرد عليها، ما ينفعش إن احنا نعديها، وهي تصريحات المرشد السابق للإخوان المسلمين دكتور مهدي عاكف إنه اللي مش عاجبه الإخوان المسلمين يمشي ويسيب البلد. يا سيادة المرشد، محدش هيمشي ويسيب البلد وما ينفعش الكلام ده. طبعًا أنتوا هتطلعوا تنفوه، أنتوا سياسيين بارعين يعني بتضربوا وبتلاقوا، لكن ما ينفعش قيادة وهامة في الإخوان المسلمين زي المرشد السابق تطلع تقول كده، محدش هيمشي ويسيب البلد. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير مي، صباح الخير فادي، صباح الخير مشاهدي النايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. طبعا في احداث كتيره جدا على الساحه السياسيه والاقتصاديه والفنيه والحركيه، كل الحاجات بتحصل في مصر وكلنا عندنا تعليقات عليها زي ما قال شويه ملحوظات فادي. ولكن تعالوا النهارده في نهارك سعيد نحاول نفضي دماغنا شويه من السياسه، طبعا مش هنقدر ان احنا نبعد عنها، انما هنحاول ان احنا نعمل جو مختلف كده النهارده في نهارك سعيد. النهارده على فكره مئويه الاديب العالمي نجيب محفوظ، الاديب الراحل نجيب محفوظ، يوم ميلاده كان زي النهارده من 100 سنه. النهارده هنستعرض ذكرياته ومع صديق عمره الدكتور زكي سالم. عندنا ايه تاني النهارده؟ عندنا كمان فقره فنيه مع فرقه امريكيه اسمها بومبي جاز تريو. الفرقه دي جت مصر وهيكون ليها عروض وهيكون ليها ورش في ثلاث محافظات، في القاهره وفي الاقصر وفي الاسكندريه. الغرض من اللفه دي في مصر والغرض من التمرينات دي في مصر ان هم يدعموا ويعززوا السياحه المصريه، خصوصا السياحه القادمه من الولايات المتحده الامريكيه، فهيكونوا معانا النهارده في اللقاء بس بعد الفقره الجايه. لكن طبعا احنا ما بننساش مشاكل مجتمعنا، وهيكون معنا فقره مهمه عن ازمه الانابيب، هيكون معنا الاستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، وهنتكلم بالتفصيل عن ازمه الانابيب. ونتمنى انه كل الناس اللي طالعه وبتنادي بتطبيق حاجات هتبقى جديدة علينا والفصل ما بين المواطنين والسياحة العلاجية والحاجات دي، ان هم يعني يقولوا لنا يحلوا ازاي المشاكل بتاعت الناس، مشاكل الميه، مشاكل الانابيب، مشاكل الصرف الصحي، اعتقد اهم من الشكليات. نلحق بلدنا الاول وبعد كده نبقى نشوف بقى ايه الحاجات اللي انتوا عاوزين تنفذوها. النهارده عندنا فقره برضو عن حضراتكم لو كنتوا بتتابعوا المسلسلات في رمضان اللي فات، كان مسلسل الحسن والحسين، جدل كبير قوي حوالين المسلسل ده كان في اثناء رمضان وبعد رمضان وقبل كمان المسلسل ما يتعرض. النهارده معانا البطل المسلسل، معانا الفنان الاردني محمد المجالي، هنتكلم معاه عن المسلسل والاحداث، وخصوصا ان انا بسمع دايما ان المسلسلات الدينيه اللي بيبقى فيها تجسيد لنبي او تجسيد لشخصيات هامه في الديانات المختلفه بيقال انه بيبقى بيكتبوا عقد ان هم بعد الدور اللي هو هيلعبه ده مش هيمثل تاني. هل هو الفنان الاردني الاستاذ محمد المجالي هل هم عمل كده ولا لا؟ جدل كبير حوالين الموضوع الخاص بالحسن والحسين، السنه والشيعه، هنساله في بعض الاسئله الخاصه بالمسلسل. وتعالوا نبتدي بقى يومنا زي ما قلنا النهارده، ان احنا احداث كتير قوي على الساحه السياسيه في مصر وجدل كتير جدا. خلينا النهارده نعمل يوم
الى حد ما نحاول ان احنا نعمل زي نوع من الريلاكس شويه، واكيد هنرجع تاني لنفس المواضيع اللي احنا عايشين فيها زي ما قال استعرضها فادي. نبتدي يومنا فقره الصحافه وزميلتي مي والاستاذ اشرف ابو الهول، فقره الصحافه اللي جايه.